دكتور عارف الامر حضرتك بخير. كنت بخير الله يخليك. كان هذه المناسبه والله اولا كل سنه وانتم طيبين وسعيد برؤياكم والاجتماع معاكم وان شاء الله دايما ربنا يجمعنا على خير باستمرار ان شاء الله. فلاحين اهل مصر. نعم اهلا بيكم. ماشي فندم. وانت بخير. احداث ساخنه على سيناء. ايوه رئاسه الوزراء هتطلع بيان بطرد السفير او في وضع الدراسه؟ لا يعني احنا طلعنا ثلاث بيانات لغايه دلوقتي والعمليه الدبلوماسيه شغاله وهم قدموا اعتذار ثم اعتذار واحنا بنقول لغايه دلوقتي مش كافي وعايزين اهم وبعدين في تحقيق مشترك هنشترك في التحقيق ونثبت الملابسات بتاعت هذا الموضوع وان شاء الله يعني تبان الحقائق فين وناخد حقنا بالكامل ان شاء الله.